بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الجزء الثاني من التوتوريال يا جماعة هنتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله عن الفليكسيبل لاي أوت. فليكسيبل لاي أوت اور الفلويد لاي اوت اور الليكويد لاي اوت، الثلاثه دولت ثلاث مسميات لامر واحد والتقنيه من ضمن تقنيات التصميم اللي كانت موجوده او ظهورها ابتدى يطلع ويذيع من 2008. طيب على السؤال بتاع من 2008، يعني هي لها تقريبا حركة 8 سنين. هي لها 8 سنين، مع هي ظهرت لما ابتدت السمارت فونز والتاتش سكرينز والحاجات دي ابتدت تظهر، او كانت لسه نازلة في السوق، فكان الفيكسد ديزايننج ما كانش بيتناسب او ما كانش بيشتغل على كل الشاشات، فكنا محتاجين نحل المشكلة بتاعت الكومباتيبلتي مع الشاشات ديت. فابتدت يظهر السنس بتاع ان احنا نشتغل فليكسبل والليكويد، موقع ليه خصائص معينه. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله راح نتكلموا عنه في التكنيك ده. حلقه اليوم يا جماعه عباره عن تقطير لاطار نظري، ومش راح نكتب فيها كود كالعاده. هنتكلم عن ثلاث نقط على وجه الخصوص: ديفينيشن ان ادفانتج وديس ادفانتج بنفس الشكل اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الفيكسد. هنتكلم عن نفس العناصر بس اكشولي مع الستايل اللي هو من نوع الليكويد لاي اوت ديزاين. الديفينيشن يعني يا جماعه ليكويد لاي اوت ار لاي اوتس ذات ار بيزد اون بيرسنتجز، هي كور هي مبنيه على البيرسنتج، على النسب المئويه يا جماعه. بعكس لما انا كنت بتكلم عن فيكسد كنت انا بقول انا بيرسايز، انا مبني على البكسل، انا بحدد عدد من البكسل. لا اكشوال هنا انا بحدد بيرسنتج اوف كرنت براوزر ويندو سايز، انا بحدد نسبه عرض الموقع بتاعي على الشاشة اللي هيتعرض عليها الموقع. والموقع هيتعرض فين يا جماعة؟ على براوزر، على متصفح. فأنا بصمم الموقع بتاعي عشان يبقى ليكويد، عشان يبقى سايل، علشان يبقى مايع مع العرض بتاع البراوزر. الكلام ده معناه ايه؟ they flex with the size of the window، هو بيبقى فليكس، بيتناسب، بيتوافق مع حجم مع حجم الويندو بتاعت البراوزر. تمام؟ even if the current viewer changes the browser size، حتى لو الشخص اللي بيعمل فيزيت للموقع، الشخص اللي بيزور الموقع ده ابتدى يقلل، يعمل شرينكينج، يقلل في حجم المتصفح بتاعه وهو بيشوف الموقع، الموقع برضه هيبقى ري سايز، الموقع هيقل لغايه لما يمشي مع الحجم بتاع مين؟ الحجم بتاع الشاشه، لانه هو مبني على البرسنتج، مبني على ان الموقع ياخد مثلا نسبة من حجم الشاشة، يبقى 70% من حجم الشاشة، وفي كل الأحوال أيا يكن حجم الشاشة إيه هو هياخد 70% منه. تمام؟ يعني أنت لو قللت هياخد 70% من الحجم اللي أنت قللته، كبرت هياخد 70% من الحجم اللي أنت كبرته. تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة للمفهوم بتاع الليكويد ديزاين. طيب خلونا نتكلم عن الأدفانتج، المميزات بتاعه يا جماعة. أول حاجة current resolution، حل لي مشكله كانت موجوده في الفيكسد. لما جينا اشتغلنا فيكسد يا جماعه كان عندنا مشكله في ان احنا هنصمم برسايز، هنصمم على وجه الدقه الموقع اكشولي هيتعرض على مقاس شاشه انا عارفه هو اللي هو المور كومن، اللي هو لما احنا اخترنا قلنا علشان كده العرض الكلي كان 960، ده كانت مشكله. طب افرض العروض ما كانش 960، فانت كان عندك مشكله. الفليكسيبل اور الليكويد يا جماعه ما يهمهوش الريزوليوشن بتاعك، لانه هو هيتبني على نسبه مئويه من الشاشه اللي راح يتعرض عليها. هتعرضه على شاشه كبيره، شاشه صغيره، هتتعرضه على ايه؟ هو هيتعرض بيرسنتج بالنسبه مئويه من الشاشه اللي راح يتعرض عليها. ما يهمهوش انت شغال على ريزوليوشن كام في كام، لان انت مش بيرسايز، انت مش هتصمم بيكسل بدقه، لا اكشن انت هتصمم نسبه مئويه من عرض الشاشه اللي راح يتعرض عليها الويب سايت. الجانب الثاني ريسايز وين براوزرز ويندو، فلربما كان عندي مشكله برضه في الفيكسد اني لما اجي اصغر الويندو كان يظهر لي السكرول بارز من تحت.
اكشوال هنا لو انا عملت ريسايز للويندو بتاعت البراوزر الموقع هيبتدي يجل، ففي سنه ريسبونسيف، في سنه توافق، بس اكشوال مش مع كل الشاشات، مش مع كل، هو في سنه توافق يا جماعه، بس اكشوال مع مين؟ مع البراوزر، مع شاشه البراوزر اللي هو راح يتعرض عليها، مع شاشه المتصفح. تمام يا جماعة؟ طيب النقطة الثالثة ريليشن شيب بتوين اليمنتس، ده جانب مهم جدا يا جماعة. فعشان كده وانت بتصمم فليكسبل ديزايننج لازم تبقى حاطط في بالك ايه المسافات اللي ما بين الاجزاء اللي بتضم الموقع بتاعك. يعني انت مثلا عندك بادنج، فاكرين يا جماعه لما صممنا في الفيكسد لما كنا حاطين بادنج في النص كان حجمه تقريبا على ما اذكر 32 بكسل 16 و16، احنا كنا برسايز، احنا كنا بنقول اهو 16 بكسل، يعني 16 بكسل في النص. انت بقى ما فيش حاجه اسمها 16 بكسل، انت مش انت مش بتصمم على 16 بكسل، مش بتصمم على ريزوليوشن، انت بتصمم موقع هيتعرض على شاشه كبيره، شاشه صغيره، فانت بتقول له لا انا مثلا عايز البادنج بتاعي 1% او 2% من حجم الشاشه. فده الجانب اللي لازم تبقى واخد بالك منه، انه هو بيحاول يجمع لك كل الاجزاء مع بعض في توافق المفروض، وده الامر اللي هيبقى هيكسب الموضوع سنه الصعوبه اللي فيه. طيب على الناحيه الثانيه الديس ادفانتج بتاعه يا جماعه، اول حاجه سيرتين اماونت اوف كنترول، ما بعدناش كتير. يعني ايه ما بقيناش كتير؟ لما انا كنت بتكلم عن فيكسد كنت بقول يا جماعه ان احنا هنصمم الويب سايت بعرض 960 بكسل. اكشولي انا هنا كنت مخنوق، محكوم ب 960 بكسل. ال 960 بكسل زادت الموقع هيبقى الريدابيلتي بتاعته اقل، ال 960 ديت قلت هيبقى الموقع سكرول بارز والريدابيلتي بتاعته برضه هتكون اقل. هنا السيرتين اماونت اوف كنترول من فين؟ انت هتحكمني بايه؟ هقول لك القصه في الفيكسد ان انا محكوم، او في حاجات برضه هتحكمني. اول حاجه منهم اني برضه مش انا هحدد عرض عام للموقع، يعني انا محكوم بالعرض اللي انا محدده، فاهمين يا جماعه؟ يعني انا بقول لك في الميت بنسبه هصمم موقع بعرض 80% من عرض الشاشه اللي راح يتعرض عليها، فانت الموقع بتاعك كله هيتحط جوه ال 80% ديت، ايا كان نوع الشاشه بتاعك ايه، ايا كان حجمها ايه، هيبقى 80%. ده واحده من ضمن النقط الكور اللي بتخنقك، اللي بتعجدك، ان انت او مش اقصد على مجال، او القصد يا جماعه ان هي بس بتحكمك، مش تعجيد ولا لا، هي بس بتحكمك. فانت برضو عندك مجموعه من الامور اللي بتغيدك، واللي منها الويتس، العرض العام بتاعك. تمام، ده هي الجانب. النقطة الثانية spacing issues، هيكون في عندك مشاكل، مش عايز نقول مشاكل كتير، بس هيكون في مشاكل بخصوص مسألة السبيسنج او مسألة المسافات وانت بتصمم فليكسبل. يا جماعة ايه مسألة المسافات دي يا جماعة؟ بتيجي من فين؟ بتيجي لما تشتغل على ريزوليوشن عالي شوية. يا عم انت لسه جاي لنا من شوية ان انا مش هيهمني موضوع الريزوليوشن ده وكده، انا بقول لك مش هيهمني موضوع ريزوليوشن في نقط، ان احنا كده كده برضو بنصمم على في الغالب على شاشات حجمها صغير، موبايل فونز اور بي سي اور لابتوبس كده. لكن في الشاشات الكبيره لما تقول له عرض موقع 80% وتقول له انت واخد مارجن 2%، 2% من حجم الشاشه، ده امر كبير، ده امر مش قليل برضه. فديت اللي هيعمل لي مشاكل. عشان كده هنحاول نحل المشاكل ديت يا جماعه بالماكس هاي والماكس ويتس، هنحاول نحكيها. طيب الجانب الثالث يا جماعه من الوضع ديت بصراحه يا جماعه، ان ال 25% من اللي جايه من التوتوريال ديت بصراحه، الجزء ده بتاع الفليكسبل، الجزء ديت يا جماعه مش سهل زي ما احنا متخيلين. الجزء ده محتاج منك بلاننج كويس خالص، لان انت هتعمل كنترول مش برسايز، مش بالبكسل، هتعمل كنترول بنسبه، فلازم تبقى عامل بلاننج كويس للنسب ديت، ولازم تكون النسب ديت كلها بتكمل لبعض وما بيحصلش جاب وفراغات، ومش هتعرف تحكم التصميم بالملي برسايز، لان ده اكشولي مش فيكسد، ده ليكويد.
تمام يا جماعة، جميل. فهنحتاج ان احنا نخطط بشكل دقيق شوية عشان نوصل لنتائج كويسة، لكن مش بنفس دقة الفيكسد يا جماعة. ده نقطة لازم نكون متفقين عليها. الجانب الثالث، الجانب الثاني، البلاننج، التخطيط ده يا جماعة مش هيكون بس في مرحلة التخطيط، لا اكشولي هيكون هيتعبنا شوية في مرحلة الكود، لان الكود اللي هيتعمل له جنريتنج يا جماعة مش سهل بصراحة، بصريح العبارة. فالجزء ده من التوتوريال بصراحة هياخد من الناس وقت، وهياخد من الناس مجهود، وهياخد من الناس تركيز. فياريت بالله يا جماعة نركز في الأمر ديت، وفي حين إن اللي جاي ريسبونسيف مش زي ما أنت متخيل، ريسبونسيف أسهل من أو بلاش نقول أسهل، أو على الأقل نقول أيسر من الفلويد يا جماعة. وربنا ييسر كده إن شاء الله بإذن الله. ده اللي إحنا كنا عايزين نمهد ليه في بداية الحديث عن الفليكسيبل اور الفلويد اور ليكويد ديزاين لاي اوت. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقة اللي جاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.